أهلا بكم من جديد مشاهدينا ومتابعينا عبر صباح الشروق، واهتمامنا دائما بتقديم المعلومة والفائدة عبر صباحاتنا لكل الشرائح اللي بتتابعنا في المجتمع السوداني. ودائما احنا في صباحاتنا بنستهدف فئات عمرية محددة قادرة على ان تقدر عطاء كبير جدا للمجتمع، تحية لكل اللي بيتابعونا في البيوتات السودانية في كل الأماكن المختلفة اللي هي يعني بتتابعنا وبتشاهدنا من خلال هذا الصباح. وسعيدة أيضا بهذه الرفقة الصباحية. ودائما احنا عندنا رغم الظروف الصعبة عندنا مال وعندنا يعني عائد مادي بيدخل وإيرادات للسودان من خلال تفاصيل ومشروعات ممكن تكون عامة وممكن تكون خاصة، كيفية تنظيم المال وعدم إهداره من خلال المنظمات التوعية اللي بتعمل على تنظيم المال في السودان وتوظيفه توظيف صحيح. سعيدة جدا إنه يكون معي مشاهدينا رئيس مجلس إدارة شركة أبو الخير الوقفية ورئيس مجلس الإدارة أيضا والمدير العام الأستاذ عاصم علي طالب الله من خلال هذه الحلقة، عشان حنتحدث عن المنظمة دي وكيفية توظيف المال وعدم إهداره في كل العمل الطوعي في السودان. سعيدة بك، صباح الخير عليك. يا مرحبا، صباح النور. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. صباح الخير علينا وعليكم وعلي السودان الكبير. في البداية يعني خلينا نتكلم عن منظمة الخير أو تكامل الخير، وبتين بدأت المنظمة دي والهدف شنو من مشروعها؟ الحقيقة نحن شركة تكامل الخير هي شركة وقفية تعمل في مجال العمل الطوعي الإنساني، تأسست عام 2019 وبدينا بأول الخطوات اللي هي تنظيم العمل الطوعي الإنساني مع الإخوة في هذا المجال وفي مفوضية العمل الطوعي الإنساني ومع بعض الشراكات والجهات التي تعمل في نفس المجال. صحيح. الهم الأكبر للشرائح الضعيفة وهم الدولة وهم المجتمع، يعني بتنقص بعض الترتيبات لهذا الأمر. نحن الحقيقة عندنا في المنظمات وفي الجهات اللي بتعمل في نفس المجال في إهدار كبير جدا للأموال عبر الإزدواجية وعدم عدالة التوزيع وعدم ثقافة المجتمع بعمل المنظمات ووجود المنظمات في أماكن في الولايات في الرئاسات الولاية وعدم وجودها في الفرقان والقرى وبعض المناطق المتاخمة أو المناطق الواسعة في السودان. نعم. فلذلك بيكون في عدم عدالة في التوزيع. صحيح. فكان المشروع الوطني لدعم الأسر السودانية كفاية. وكفاية دي لها رمزية في عملنا إن شاء الله حتكون، اللي هي تكتفي الأسر السودانية بتنظيم العمل ثم نكتفي من الوصفات الخارجية. طيب. البنك الدولي وكده. طيب احنا يعني المبادرات في العمل الطوعي يعني والمنظمات الموجوده في السودان وانتعاشة في السنوات الاخيره يعني لتقديم الدعم لكل الشرائح الضعيفه في المجتمع السوداني، وده يدل على انه في تعاضد كبير جدا من يعني فئات الشعب السوداني تجاه الاخر. وانا بشوف انه هي يعني شركه تكامل الخيريه هي منظمه انسانيه هدفها في الأول خصوصا إن هي وقفية وغير استثمارية التنظيم في العمل الطوعي ويعني في السودان، وممكن تكون هنالك بعض الإشكالات بتواجه الشركات والمنظمات الطوعية من خلال يعني التفاصيل التوزيع على الفرص التفاصيل المختلفة الممكن تعاش في المنظمات. ومن هنا كان مشروع الوطني لدعم الأسر السودانية، لأنه نحن في السودان عندنا الحمد لله يعني على مستوى الشرائح حتى الشرائح الضعيفة بتدعم مرات بعضها البعض يعني. نعم. وده موروث طيب جدا، لكن جاءت لوائح وقوانين لتنظيم العمل الطوعي في السودان وهو عمل قديم، يعني نحن لو رجعنا لتعصيله أو تفاصيله يعني بياخد معانا زمن طويل جدا. لكن المنظمات الوطنية اللي بتعمل في نفس المجال بينقصها كثير جدا من الـ من الـ من الـ من العمل الإداري، يعني بتلقى المنظمة مكونة من 50 نفر وبيشتغلوا 3 أنفار أو 4 أنفار أو المجلس التنفيذي. شغل ابتكاري كده.
بيكون شغل اتكالي يعني. بيكون شغل اتكالي كله جهة بتتكل على بيتكلوا على الناس ثانيين. ثانياً المنظمات الموجودة في السودان تقريباً عندنا 7000 منظمة، بتلقى شغالات فيها 50 منظمة أو 60 منظمة القوية شغالة، والبقية تشتغل بالباطن أو تشتغل مع منظمات ثانية. فلذلك برضو بنقول أتت فكرة المشروع الوطني لدعم الأسر السودانية، وهو مشروع حوثبي بيكون بوابة واحدة عبر الدخول للمنظمات من الحي، بيبتدي حصر الشرائح الضعيفة، ثم عمل برنامج حوثبي متكامل، ثم بطاقة ائتمان، بطاقة التأمين الغذائي بيكون فيها دعم للتعليم، دعم للصحة، دعم للمواد الغذائية. هذه البطاقة بتكون هي المصدر الأساسي لتوزيع الخدمات للشرائح الضعيفة عبر البرنامج الحوثبي وعبر بواباتنا اللي بتبتدي من الحي إلى مقر الولاية. فنحن الآن عملنا دراسات ومسحنا البيئة وجلسنا مع جهات كثيرة جدا، والآن الخطة تقريبا جاهزة للتنفيذ. ثم عندنا الآن قرابة 70% من المشروع جاهز للتطبيق، وجلسنا مع الدولة مع عدة جهات ومع مع مع وزارة التنمية الاجتماعية، واستصحبنا معنا جامعة كرري الصرح التعليمي ذو الرمزية الهادفة الوطنية جامعة كرري، وبعض الجهات حتكون شراكة معنا، بنك السودان، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة المالية، بعض البنوك. انا بفتكر انه ده يعني مشروع كبير جدا ومشروع استراتيجي طبعا. أنا مشروع دولة. أنا لما تتكلم لي عن الشراكات دي وتتكلم لي عن الحوسبة في المشروع ده، انا طوالي بيجيني سؤال، يعني بيتبادر لي سؤال طوالي، انه لابد من تدريب الكادر البشري اللي بيعمل في هذا النوع من المنظمات او الشركات، كيف يتم التدريب؟ نحن بالنسبه للكادر اللي حيعمل الحصر والاحصاء والتصنيف، بأول حاجة بيتم تدريبه. نحن عندنا تجربة في حصر الأيتام في ولاية الخرطوم، وعندنا تجربة مع الخدمة الوطنية وكانت تجربة ممتازة جدا. ونحن بندرب أولا عبر وزارة التنمية الاجتماعية، بنشير الباحثين بندربهم على كيفية التعامل مع الاستمارة، على كيفية التعامل مع الحصر، وعلى كيفية أخذ المعلومة، لأنه أخذ المعلومة هو ذاته خبرة. يعني نحن عندنا في السودان إشكالية كبيرة جداً في المعلومة. نعم. يعني لما تجي تعمل حصر أو تجي تصنف أسرة، فدائماً مثلاً الأسرة إذا يعني ما بدوك الحقيقة مرات، أو بيزيدوا لك أو بينقصوا حسب يعني مثلاً يقول لك تكون في حبوباتهم تقول لك ما تقولون كلهم لأنه بس حروم. بعد ذلك تاني مثلاً واحد يكون طمعان. دي تفاصيلنا السودانية السمحة. واحد تاني هو بس حروم ولا ما بس حروم؟ بصراحة ما بس حروم طبعاً. فبعد ذلك بتلقى مثلا واحد يزيد الاعداد. فلذلك اذا قدرت تاخذ المعلومه بصوره صحيحه من وجودك امام الباب، انت بتكون مدرب ومؤهل جدا انك كيف تستنبط وتستخلص المعلومه بتكون صحيحه، بتقدر توفر بها حاجه للاسره. عندنا استماره، الاستماره تحليليه. في نهايه الاستماره دي بتكون عارف الاسره عايزه شنو، عايزه دعم مادي، عايزة تعمل في التعليم، عايزة تعمل في الصحة، حسب الأشياء التحليل للاستمارة. عندنا برنامج متكامل بيديك كل طيب خليني طالما في استمارة وبتوزع، يعني أنا دار أعرف الأماكن المستهدفة تحديدا في السودان، في كل أصقاع السودان بيكون عندنا شغل دور تو دور. يعني نحن بنجي مثلا للجنة الإدارية في الحي، بناخذ اللجنة الإدارية مع العريفين، بنقول لهم يا جماعة ادونا المنازل بأرقامها الموجودين فيها أسر ضعيفة. طبعا أي حي بنقسم حي، بعد ذاك الحي الصغير، وبعد ذاك الحارة والحي والمحلية. من الحي ده بناخذ طبعا أي دور في لجنة بيكون عارف الناس الفقراء في الحي، ولازم يكون من الحي عشان بيعرف أوضاع الناس. نعم. فبدينا الأرقام، بنمشي نحن على هذه الأرقام بخارطة، بنمشي للبيوت وبندخلها وبنعمل يعني حتى أنت مسح كده، تعمل مسح وجودها، تعمل مسح كامل. هاي بعد ذاك بتنتقل من الحي للمحلية لكذا. طيب أنا يعني طالما هي شركة بتهتم بتنظيم المشروعات الطوعية، يعني خلينا نتكلم ونجيب في أهم المشاريع اللي ممكن تخدم يعني المواطن السوداني اللي هو فعليا بيحتاج لهذه الخدمة، ونحدد نوعية المشروعات اللي قدمت والخدمات اللي قدمت. هو الظروف الاقتصادية العامة سواء كان في العالم أو في السودان واضحة، يعني الأسرة السودانية أصبحت محتاجة للكثير. يعني لذلك نحن ركزنا، بدل ما نركز للدعم ركزنا على القناة، توحيد القناة، لأنه نحن زي ما قلت لك عندنا مال كثير جدا مهدر.
احنا ما عندنا ابديت في 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 ذكاء من 2013. يعني في ناس ماتوا، في ناس غنوا، في ناس ما محتاجين. صح. عندنا كميه جدا كبيره جدا من المال بتوزع بطريقه غير عدليه. أيوة. كذلك المنظمات، يعني المنظمه بتلقى الشخص بيتعامل مع 20 منظمه عشان ياخذ علاج، وشخص ثاني ما بيتعامل، ما بيعرف ذاته، ويتيم بتلقى مكفول في ناس بتتظلم. يعني انا لما في شخص واحد بياخذ من كذا منظمه بيكون اخذ دور زول ثاني، اخذ حق زول ثاني، يتيم بياخذ حق يتيم يعني وكذا. ففي مال ضخم جدا مهدر في عدالة التوزيع غير الأشياء الثانية. فأنا لما أحكم الحاجة دي في قناة واحدة فيبقى عندي مال، يعني ممكن بدل ما أدي يتيم واحد ممكن أدي له 10 أيتام، ممكن أدي فقير واحد بدي 10 فقراء. بعد ذلك ثاني المشروع نفسه بيسوق، لأنه أنا في مشروع الوطني لدعم الأسر السودانية، أنا امبارح كنت مع جهة يعني بيتكلم، قال لي أنت عايز كم؟ قلت له أنا ما عايز قروش، أنا عايز توجيهات، أنا عايز سياسات الدولة، عايز قوانين، عايز لوائح، عايز ضبط. أنا ما محتاج لمال الآن، أنا عندي بطاقة ممكن تسوق، يعني زي بطاقة التأمين الصحي، بدل ما أديك دواء بديك غذاء، بديك تعليم، بديك صحة. فهذه البطاقة ممكن تسوق عبر الجهات كلها، تسوق خارج السودان، وبعد ذاك ثاني ممكن يكون في لها محفظة وقفية، ممكن يكون في لها محفظة من بنك السودان، من الدولة. بعد ذاك نحن حتى المواد التموينية ممكن أدخلها، وإن نحن جلسنا زي ما قلت لك عملنا جلسة مع جهات كثيرة جدا، مثلا في موضوع الغذاء، نحن جلسنا مع إخوة من وابل، تحدثنا عن انه لو نحن عملنا مجمع واحد مثلا في محليه مبدا، هل انت بتديني المواد دي باقل من السوق؟ قال لي ب 7%. اذا انا لقيت 7% او 5% من جهه موحده في المواد، ولقيت 5% دعم من الاوقاف، لقيت دعم من الوزاره، يعني في النهايه المواد دي ممكن تصل مدعومه بقيمه 30%، ويكون دعم مجتمعي ومن المؤسسات الدوله والمؤسسات الخيريه. ثانيا انا لما امتلك قاعده بيانات، لانه انا العالم والمنظمات دايره مني حاجتين، داري مني انا عندي كم وعايز شنو. صحيح. بعد ذلك المنظمات بتجينا عبر قاعده البيانات، بيحتاج لتنظيم المنظمات وتنظيم اللوائح وتنظيم الحاجات. يا سلام. انا يعني حاجي في حاجه مهمه جدا، يعني في عدد من المانحين اللي ممكن يعملوا شراكات مع المنظمات الخيريه او الشركات الخيريه، وده بخليني انت لما تتكلم عن تنظيم وعن توحيد فرص، عن واحد اخذ فرصه وغيره لازم ياخذ فرصه، بيسوقني لحتة المصداقية حتى في تقديم هذه المبالغ. هل في كوادر فيها ثقة كبيرة جدا ممكن تقدم المبلغ كاملا أو الدعم كاملا للجهة المفروض تدعم، ولا في برضو مشكلة في الكادر ممكن يعمل الحاجة دي؟ ونحن عندنا إشكالية في الشفافية، لأنه الليلة الواحد داير يجيب لك، لأنه دي حاجة ما عندها، داير يجيب لك دقيق من الأمارات ولا من أي حتة، بيجي شايله بنفسه بوزعه، لكن تاني أنا ما بخليه يجي، لأنه بنزل بالقوانين، أنا عندي عدد وعندي قاعدة بيانات، وانت بتدخل عبرها وبتجيب لي الحاجه الموجوده، تقول لي يا اخي دي الشريحه الفلانيه العدد عندكم كده وده الموجود. ثانيا نفس الحاجه بتكون في الكوارث، اذا في زلازل، في فيضانات، في اي بيوت اتكسرت في احياء، في بتاع طوالي حصلت المشاكل، حصلت كان في المناقل، ما في مصداقيه، ما في احصاءات، ما عارفين الحصل شنو. فطوالي باول بترفع قاعده البيانات، والجهه المانحه الجايه بتكون جايه عارفه انها حتقدم شنو ولمنه، لانه في يعني بعض المنظمات او المؤسسات، انا ما عايز اعمم الكلام لكن في اتهام مباشر، بتاخذ المبلغ من المانحين، لما يصل للشخص المحتاج ما بيصل بنفس وحتى لو وصل المبلغ اللي هو استلمه، يعني الشخص ذاته مرات بيشيله بيع، تقدر اخي ما بيشيله بيع، والجهه بتوزع بيشيل بيع، يعني ده حاصل يعني. لكن لما تكون الحاجه موجوده، يعني انا مثلا في قاعده البيانات عندي يعني 50 بيت وقعد، فافتكر انه الجهه الجايه ما راح تجيني لك 50 بيت وتكلفتها وبتاع، لو تكون في دراسه طوال في 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 في, في, في الشاشه ظاهر عندي، سواء للمفوضيه هنا، سواء للجهات المسؤوله، او سواء للجهات الخارجيه. صحيح. فلذلك بعد ذاك انا بكون نحن ما امتلك البطاقه الالكترونيه دي، بمتلك السوق، سوق المواد التموينيه. صحيح. سوق الصحه، سوق. صحيح. التعليم، سوق بتبقى الحتات الثانيه، يعني انت بتنافس بعد، بتعمل سيطره عليها، بتعمل سيطره عليها، بتعمل كنترول على الشغل كله. طيب، واحنا اخيرا كده وبنختم الفقره دائما نتكلم عن الشراكات اللي ممكن تكون خارج السودان، طالما في انت عندك دعم حيتم لك داخل السودان، لابد من برضه انه يكون في شراكات خارج السودان. انا عارفه جدا انه الشركات الوقفيه هي دائما بتكون مدعومه، وبتكون في تعامل خاص بالنسبه لها. هو طبعا في اقل من دقيقه الشركات الوقفيه او ذات مال الدوار هي الان في الدول الغربيه هي المسيطره على العمل المجتمعي، لكن احنا هنا مع الظروف الحاليه والظروف اللي حولنا لازم يكون في شغل بتاع مال دوار. يعني نحن بعد الفقره بعد المشروع ده ان شاء الله بنرجع للاستثمار في الاوقاف،
وحيكون عندنا خطوط وقفية لدعم الشرائح الضعيفة عبر هذا البرنامج إن شاء الله. يا سلام. يعني سعيدة جدا بك المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركة تكامل الخير الوقفية. سعيدة بهذا الحوار، وإن شاء الله دائما يعني عمل الخير يصل في مكان، ودائما الأيادي البيضاء هي ممدودة مشاهدينا لفعل الخير في كل مكان. دي سودانيتنا، ودي حبنا للخير لبعض يعني. فدائما نحن بنكون متواصلين من خلال تعاضدنا وتكاملنا وإحساسنا بالآخر، وإحنا يعني تربيتنا تربية الحوش الكبير والبيت الواحد.